أي دعوة ينبغي أن تخاطب القلب والعقل معا. فالذي يغني عقله بالعلم وقلبه بالحب ويسمه بالطعام والشراب يتفوق، أما الذي يكتفي بواحدة يتطرف. قيل الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك. ما غذاء العقل؟ العلم. ما غذاء الجسم؟ الطعام والشراب. ما غذاء القلب؟ الحب. يعني أنت أحيانا تعجب بالفكر الإسلامي، فكر شمولي يملك تفسير دقيق 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 للكون والحياة والإنسان والدنيا والآخرة والروح والجسد. هذه المفهومات الدقيقة والعميقة والمتناسقة تجعل راحة نفسية. هذا جانب فكري. لكن إنسان أحيانا يحب يبكي، يبكي حبا لله. ما بيكفي يكون في فكر ناضج وقلب متصحر، ولا بيكفي يكون في قلب متأجج محبة لله في أخطاء فكرية كبيرة جدا. يعني من تفقه ولم يتصل بالله فقد انحرف. في عندنا دائما تطرفين، الفكر يطغى على حساب القلب والقلب يطغى على حساب الفكر. البطولة بالتوازن. من أدق الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى خاطب قلب الإنسان وخاطب عقله بآية واحدة: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. خطاب للقلب. الذي خلقك فسواك فعدلك. الله خاطب القلب وخاطب العقل. وأي دعوة ينبغي أن تخاطب القلب والعقل معاً.